هذا الغريب منيا وناه لراحة وين وناه لراحة وين ما تيب سجن ما وإن الإمامك هذا الغريب منين؟ هذا الغريب منين؟ ونهل راحة وين؟ ونهل راحة مات بسجن مظلوم مات بسجن مظلوم يلا نشمي ايه وين اهل را مات بسجن مظلوم مات بسجن مظلوم وبيا ذنب موم وبيا عادتي تحضر أولاده وخوته عين يساره وعين يمينه هذا لي وزده ويجبله وذاك لي غم مضل عينه احنا ما عايشة حدنا ميت بالحديد مقيدين آيا من شدة التقييد ينزف دمى من القيد ينزف دمى باقي الأثر لليوم وبيا ذنب مس فدوا روح لك لا تبخل لا تبخل على إمامك هذا الغريب ها سجن مظلوم مات مظلوم وبيا ذنب إلى الشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي عادتي الميت يا شيعة لما نيسى كين ونينة تحضر أولادة وخوتة عين يسارة وعين يمينة هذا لي وسدة ويجبله وذاك لي غمضه
يدينا عام من شدة التقييد ينزف دماء من القيد ينزف دماء من القيد باقي الأثر لليوم وبيا ذنب مس وبيا ذنب هذا الغريب من انها مات بسجن مظلوم ما تميز كاظم الغيب صفاته ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته دمعته ولهجة دعاء للفرج يحسب ليالي وبيل فرج يدري ممات طامورة الأشرار ظلمت هليل محروم وبيا ذنب وبيا ذنب هذا الغريب من انها بسجين ما ظلم وبيا ذنب مس موسى بن جعفر تميز كاظم ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياتك دمعته ولهجة دعائك وبقلب خاشيع صلاتك للفرج يحسب ليالي وبيل فرج يدري ممات أيام طامورة الأشرار ظلمت هليل النهار ظلمت هليل
الأحرار مني الشمس ما حرم وبيا ذنب ما شاء الله صيح هذا الغريب منين ها اكتب اسمك بسجل الحجة نهل راحة مات بسجن مظلوم ما سجن مظلوم ويا ذنب مسجون ويا ذنب مسجون سجن للفرج مع قد ظن مرة أعوامي على سجن للفرج مع قد ظن شيعة المنتظرة تنشد يا ساعتي سمعت إجابها طار شيبة شيرها منا الموعد الجمعة يقيلها بشوفتي جسر بغداد قال هم جسر بغداد نستقبل المظلوم وبيا ذنب ما شاء الله وبيا هذا الغريب من أنها الغريب من وين أهل راحة وين أهل راحة مات بسجن مظلوم ما مرة أعوامي على سجن للفرج مع قد ظن شيعة المنتظرة تنشد يا هلي خبرها عنها شيعة ساعتي سمعت إجاه طار شيبة شيرها منا الموعد الجمعة يقيلها شوفتي الوالي انتهن آه يا شيء عول ميعاد قالهم جسر بغداد قالهم جسر بغداد نستعق
شاء الله بالنشامة. ويا ذنب هذا الغريب منين ها؟ سجن مظلوم ما سجن مظلوم ويا ذنب ويا ذنب طلعت الشيعة تشوف موسى بن جعفر أملها من بعد غيبة طويلة بالسلام يرجع لها وعينا ولاحت جنازة أربعة تولى وحميلها سمعوا ابن عيل منية ينعوا دموع يهيلها عيام صحا ويناعي شار وش عين دكيم اخبار وش عندكم أرتن عيب حزن وتحوم وبيا ذنب مس ما شاء الله هذا الغريب منين هذا أجرك على الحجة وين أهل را ما تبسج المظلوم وبيا ذنب مسموم عالجسير نادى المنادي هذا مامي رافضية الطيب ابني الطيب أصلا من صلب حامي الحمية من رحم بضعة محمد فاطمة الزهرة الزكية كانت أطباع السماحة والحليم عند سجية أيام ليشيب سجين هارون